بسم الله الحمد لله معكم نور وسرور hajhotels.net. اليوم يا إخوة الكرام حصلت على حج بوكس. هذا حج بوكس كيس حج بوكس للحجاج والمعتمرين، مفيد جدا للمجموعات وللمعتمرين وللشركات وللبعثات. يعني هذا حج بوكس، هذا جيد جدا للحج. ننظر فيه كتاب حج عمرة باللغة مختلفة ممكن، وحتى هناك ممكن يوضع رسم الشركة، علامة الشركة، وهذا مفيد مرة، مفيد أدعية والأذكار للحج. ما شاء الله ما شاء الله، من الكتاب، من القرآن والسنة، السنة الصحيحة باللغة العربية، باللغة الروسية، باللغات مختلفة. حتى أيضا ممكن يوضع هناك علامة. ثم هذا ماسك للوجه 5، ثم ميزان، لأن كل حج في أثناء السفر يحتاج في الميزان، يوزن كم يأخذ من المسموح في الطائرة. وأيضا هناك بلاستر للحج، لأن من كثرة المشي يحتاجون أحيانا في الأشياء 5، عدد 5 صغير، عدد 10 كبير، وعدد مدور 5، عدد كامل 20، 20 قطعة. وهذا أيضا، هذه الوسادة تنام عليها وسادة، إن شاء الله سنفتح قريبا. هذه السجادة مع هناك في الداخل بوصلة. ننظر، هذا مفيد للعين، من ينام يضع هذه للعين. ثم كيس، هذه 5 لتر. من يذهب إلى المسجد مثلا، إلى الحرم، يأخذ هذه، يضع في جيب، ثم يفتح ويضع زمزم ويرجع إلى الفندق ويشرب زمزم. ما شاء الله. ثم نتكلم بكل قطعة بالتفاصيل. ثم هذه المجموعة إبر والخيط، ما شاء الله ما شاء الله، مفيد. ثم هذا للنساء وأيضا للإحرام، لأن بعض الناس يستعملونها للإحرام. ثم هذا لليد، مثلا حصل وسخة في اليد، يغسل يد بهذا الديتول، مثل ديتول، هذه طبي. ثم بلاك نوت، دفتر صغير، يكتب هنا أشياء لكي لا ينسى، مثلا دعاء للفلان، دعاء للفلان، لهذا، لا تنسى في العرفة، لا تنسى في الطواف، لا تنسى في كثير من الأماكن. ثم هذا وازلين، هذا أيضا كل حاج يحتاج في هذا. ثم هذا شامبو بدون رائحة، سنتكلم أيضا بالتفاصيل. لا يوجد رائحة شامبو أو صابون، هذا سائل. أيوة جيد. ثم بيروشة، هذا بيروشة، هذا أيضا من يريد النوم بالهدوء، لأن أحيانا تحصل مشاكل في الغرفة، الناس مختلفة، وفي الغرفة 5 نفر، وتحتاج أن تنام، تضع بيروشي وتضع هذا الماسك على العين وتنام. ثم كيس، ما شاء الله، كيس للأغراض لكي تمشي إلى الحرم، كيس لل شبشي، تضع كتاب، تضع أي شيء. جيد. هذا الكيس، هذه موسى. وبعد الحلق، شعر، أنت تستعمل هذا شبة، حجر شبة، هذا ديزدران طبيعي بدون أي أشياء كيميائية. هذا 2 مع بعض يمشي على بعض. هذا ديزدران يقتل كثير من ميكروبات،
ولو عندك حصلت جروح تمسح بهذا الحجر. أولا تفتح من الكيس ثم تضع تحت الماء وثم تمسح. لازم أولا هو يبلل بالماء ثم تمسح مكان جروح ومكان خلق ويقتل بكتيريات. وما شاء الله ما شاء الله بإذن الله هذا طبيعي، حجر شابة جيد جدا، طبيعي ديزدران طبيعي. فهمتم؟ ها.